بسم الله الرحمن الرحيم طلبه الدبلوم المهني في المحاسبه محاسبة التكاليف والمحاسبه الاداريه المستوى الاول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تناول مع حضراتكم ان شاء الله ماده المحاسبه الاداريه كنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان المحاسب الاداري ده مهمته الاساسيه مساعده الاداره في ترشيد قراراتها عن طريق توفير معلومات ملائمه تساعد الاداره في المفاضله بين البدائل المتعلقه بكل قرار فاحنا إن شاء الله النهارده هنتناول الفصل الثاني اللي بيتكلمنا عن مفاهيم التكلفة وتبويباتها المختلفة، ليه بنتناول مفاهيم التكلفة مع بداية دراستنا للمحاسبة الإدارية؟ إحنا اتفقنا مع حضراتكم إن المحاسب الإداري دوره توفير معلومات ملائمة لترشيد القرارات، والقرار ما هو إلا مفاضلة بين البدائل، وبفاضل بين البدائل على أساس إيه؟ على أساس نوعين من المعلومات، كل بديل بحدد له نوعين من المعلومات معلومات عن العائد اللي هيجي من ورا البديل لو اخترته والتكلفه اللي هتحملها لو اخترت البديل يبقى في نوعين من المعلومات هيوفرهم المحاسب الاداري معلومات عن تكلفه كل بديل ومعلومات عن عائد كل بديل فبالتالي لازم المحاسب الاداري ده يكون على درايه تامه بمحاسبه التكاليف الاول فاحنا هنتناول في الفصل الثاني بعض المفاهيم الاساسيه للتكلفه وتبوباتها المختلفه طبعا حاجات مش هتبقى جديدة على حضراتكم ولكن للتذكيرة فقط في البداية هنتناول الفرق بين خمس مفاهيم أساسية التكلفة النفقة المصروف الأصل والخسارة طيب هنفرق بينهم ازاي الأول النفقة النفقة دي أي تضحية بأي موارد يبقى التضحية بموارد اقتصادية تسمى نفقة تضحية بموارد اقتصادية تسمى نفقة أول ما أضحي بأي موارد أنا بمتلكها متاحه عندي يبقى انا بنفق يبقى دي نفقه. طيب مردود النفقه اللي هيجي لي من ورا النفقه اللي انا بنفقها دي هيحدد لي اسم النفقه دي ايه. والله لو انفقت وضحيت بموارد بدون مقابل يبقى النفقه دي اسمها خساره. يبقى الخساره هي تضحيه بموارد لانها نفقه تضحيه بموارد ولكن دون الحصول على منافع. طيب لو ضحيت بالموارد وحصلت على منفعه يبقى دي تكلفة، يبقى التكلفة نفقة مقابل الحصول على منافع، إنما الخسارة نفقة بدون الحصول على منافع، طيب خلينا بقى في التكلفة، يبقى التكلفة تضحية بموارد اقتصادية مقابل الحصول على منافع، طيب المنافع دي لو كانت منافع قصيرة الأجل هتتحقق لي خلال الفترة الحالية فقط هسميها مصروف، طب لو كانت منافع طويلة الأجل؟ تمتد لفترات قادمة هتتحقق خلال الفترة دي والفترة اللي جاية واللي بعديها دي بسميها منافع طويلة الأجل تمتد لفترات قادمة يبقى التكلفة دي بسميها أصل بسميها أصل يبقى ده الفرق بين الخمس مصطلحات نفقة تكلفة خسارة أصل مصروف كلهم تضحية بموارد بدون منافع تبقى خسارة بمنافع تبقى تكلفة لو منافع قصيرة الأجل تبقى مصروف لو منافع طويلة الأجل تبقى تبقى أصل واضح؟ طيب نبتدي بقى في تبوبات التكاليف أصنف التكلفة إزاي؟ عنده أسس مختلفة وعديدة لتصنيف التكاليف أول تبويب عندي التبويب النوعي للتكاليف أصنف التكلفة حسب نوعها حسب نوع التكلفة أي تكلفة بتتحملها أي منشأة لا تخرج عن كونها ثلاث نوع من ثلاثة نوع من ثلاثة تكلفة المواد الخام وتكلفة الأجور أو العمالة واي تكلفة غير المواد والاجور بحطها في بند تكلفة الخدمات الاخرى يبقى ده التبويب النوعي تبويب التكلفة حسب نوعها يبقى اي نوع تكلفة انا هتحمله يا اما هيبقى مواد خام يا اما هيبقى عمالة يا اما حاجة تانية بسمها خدمات اخرى زي الاهلاك والكهرباء والمياه والصيانة والحاجات دي دي كلها تكلفة خدمات اخرى يبقى ده التبويب, النوع إيه؟ التبويب النوعي لايه؟ التبويب النوعي للتكاليف. طيب. النوع الثاني التبويب الوظيفي للتكاليف، تبويب الوظيفي للتكاليف ده الاساس الثاني لتبويب التكلفة، تبويب التكلفة حسب وظيفتها حسب الوظيفة اللي بتخدمها التكاليف، بصورة أساسية المنشآت بتأدي ثلاث وظائف وظيفة, وظيفة إنتاجية أو صناعية، وظيفة تسويقية وبيعية، وظيفة إدارية وتمويلية، فبالتالي أي تكلفة أتحملها عشان أأدي الوظيفة الصناعية بسميها تكلفة صناعية تكلفة صناعية أو تكلفة انتاجية يبقى التكلفة الصناعية أي تكلفة بتحملها في سبيل تصنيع المنتج في سبيل تصنيع المنتج يبقى أي تكلفة بتحملها في حدود ورشة الصنع في حدود المصنع اللي أنا بصنع فيه المنتج بتاعي بسميها تكلفة صناعية والتكلفة الصناعية دي قد تكون مواد وقد تكون أجور وقد تكون تكاليف خدمات أخرى يبقى التكاليف الصناعيه دي فيها الثلاث انواع النوعيه من التكاليف التكاليف الصناعيه فيها تكلفه مواد صناعيه واجور صناعيه وخدمات اخرى صناعيه واضح طيب النوع الثاني التكاليف التسويقيه والبيعيه اي تكلفه بتحملها في سبيل في سبيل اتمام العمليه التسويقيه والبيعيه بسميها تكلفه تسويقيه وبيعيه وبرضو التكاليف التسويقيه والبيعيه بتضم الانواع الثلاثه المختلفه تكلفة تسويقية تكلفة مواد تسويقية تكلفة أجور تسويقية وتكلفة خدمات أخرى تسويقية واضح؟ طيب النوع الثالث تكلفة إدارية وتمويلية أي تكلفة تانية بتتحملها المنشأة باستثناء تكلفة الصنع وتكلفة التسويق بحطها تحت مجموعة التكاليف الإدارية والتمويلية التكاليف الإدارية والتمويلية زي مثلا مرتب حراس الأمن بتاعة الشركة دول ايه؟ هل انا انا بدفع المرتب ده ليه؟ عشان اصنع المنتج؟ لا ملوش علاقه بالتصنيع، عشان اسوقه؟ لا، فبدخلها تحت بند تكاليف اداريه وايه؟ وتمويليه، واضح؟ طيب، ركز معايا بقى كده. التكاليف الصناعيه ده او التكاليف الانتاجيه بيسموها كمان تكاليف المنتج او التكاليف القابله للتخزين. ليه؟ لان التكاليف الصناعيه دي هي التكاليف اللي بتلصق بالمنتج وبتروح معاه منين ما يروح. تروح معاه منين؟ ما يروح يعني مثلا لو انا بصنع ملابس جاهزه، بصنع قمصان مثلا. القماش بتاع القميص تكلفه مواد اهو تكلفه مواد صناعيه. طيب القماش ده كان ماده خام لما دخل في تصنيع القميص بقى ضمن المنتج التام واضح؟ القميص ده لو خزنته يبقى تكلفه القماش اتخزنت معاه ولا لا؟ اتخزنت. طب لو القميص ده بعته يبقى تكلفة القماش اتباعت معاه ولا لا؟ اتباعت فالتكلفة الصناعية تكلفة بتلصق بالمنتج بتروح معاه منين ما يروح، لو اتخزن بتتخزن معاه، لو اتباع بتتحول لتكلفة مبيعات معاه، عشان كده بيسموها تكلفة المنتج أو التكلفة القابلة للتخزين، التكلفة القابلة للايه؟ للتخزين. في حين إن التكاليف التسويقية والبيعية بالإضافة للتكاليف الإدارية والتمويلية الاتنين مع بعض بيسموهم تكاليف الفترة. تكاليف الفترة، دي تكاليف مرتبطة بالزمن، بالفترة. ملهاش علاقة بالمنتج اللي أنا بصنعه أو ببيعه. واضح؟ فبيسموها تكاليف الإيه؟ الفترة عشان كده هي غير قابلة للتخزين، ما بتتخزنش. أنا بتحملها خلال الفترة وخلاص. خلاص؟ يبقى آدي التلات أنواع التكاليف التبويب الوظيفي للتكاليف صناعية وتسويقية وإدارية. الصناعية بيسموها تكاليف المنتج أو القابلة للتخزين، والتسويقية والإدارية بيسموها تكاليف الفترة أو التكلفة الغير قابلة للإيه؟ غير القابلة للتخزين خلاص التبويب الثالث عندنا او الاساس الثالث تبويب التكاليف حسب علاقتها بموضوع التكلفة ايه موضوع التكلفة دي موضوع التكلفة دي اي شيء انا محتاج احدد تكلفته بسميه موضوع تكلفة يبقى لو مطلوب من محاسب التكاليف تحديد تكلفة منتج معين يبقى المنتج ده اسمه موضوع التكلفة ده الموضوع اللي هيشتغل عليه ده موضوع التكلفة لو مطلوب من محاسب التكاليف يعد تقرير عن تكاليف قسم معين يبقى القسم ده اسم موضوع التكلفه في الحاله دي واضح مطلوب من محاسب التكاليف يعد تقرير تكاليف عن فرع معين يبقى الفرع هو موضوع الايه موضوع الشغل بتاعه موضوع التكلفه طيب تبويب التكاليف حسب علاقتها بموضوع التكلفه في تكاليف علاقتها مباشره بموضوع التكلفه والتكاليف علاقتها غير مباشره يبقى عندي تكلفه اسمها تكلفه مباشره تكلفه غير مباشره ايه التكلفه المباشره وغير المباشره وفرق بينهم ازاي ركز معي عشان اطلق على التكلفه تكلفه مباشره لازم يتوفر فيها شرطين اولا اقدر احدد نصيب موضوع التكلفه منها بدقه اقدر احدد نصيب موضوع التكلفه منها بدقه يعني مثلا انا بصنع امصال وعارف ان القميص بياخد مني 2 متر قماش ومتر القماش انا بشتريه ب 100 جنيه يبقى انا عارف دلوقتي ان القميص بياخد مني مترين قماش ومتر القماش تكلفته 100 يبقى القميص بيكلفني قماش قد ايه 200 جنيه صح قدرت تحدد نصيب القميص اللي هو موضوع التكلفه بالنسبه لي من تكلفه القماش ولا لا قدرت احددها وبدق كل قميص بياخد مني 2 متر بالظبط فبيكلفني قماش 200 جنيه يبقى تكلفه القماش بقول عليها تكلفه مباشره على القميص على موضوع التكلفه دي يبقى اول شرط عشان اطلق على التكلفه تكلفه مباشره ان انا اقدر احدد نصيب المنتج او موضوع التكلفه منها بدقه يبقى تكلفه المواد هنا تكلفه مباشره المواد هنا اللي هي القماش واضح طب الشرط الثاني ان تكون التكلفه اللي انا قدرت احدد نصيب المنتج منها او موضوع التكلفه منها بدقه تكون تكلفه ذات اهميه ذات اهميه يعني مثلا اقدر احدد نصيب القميص من الزراير ايوه اقدر احدده القميص بياخد مني مثلا سبع زراير الزراير ديت السبع زراير دول ب 2 جنيه يبقى اقدر احدد نصيب القميص من الزراير ولكن الزراير كماده كماده خام مش مهمه نسبيا لما القميص يبقى عندي ب 300 جنيه مثلا مثلا تكلفته كلها مثلا 300 جنيه والزراير دي مكلفين 2 جنيه فبقول ان تكلفه الزراير كماده خام هي تكلفه قدرت احدد نصيب المنتج منها فعلا بدقه ولكنها غير مهمه بالنسبة للتكلفة الإجمالية، فبالتالي ما بعتبرهاش تكلفة مباشرة، فبعتبر تكلفة الزراير هنا تكاليف غير مباشرة، يبقى لازم يتوفر شرطين عشان تبقى التكلفة مباشرة أقدر أحدد نصيب المنتج أو موضوع التكلفة منها بدقة، النقطة الثانية إن تكون التكلفة تكلفة ذات أهمية نسبية بالنسبة لتكلفة المنتج الإجمالية، لو فقدت التكلفة أحد الشرطين دول ما تبقاش تكلفة مباشرة، تبقى تكلفة غير مباشرة، يعني مثلاً. الإضاءة تكلفة الإضاءة لو احنا شغالين في عنبر تشغيل وبنصنع أكتر من منتج تكلفة الإضاءة بتاعة العنبر هل أقدر أحدد نصيب كل منتج من تكلفة الإضاءة دي بدقة؟ لا ما أقدرش فبالتالي تكلفة الإضاءة تكلفة غير مباشرة على المنتجات بتاعتي خلاص يا جماعة يبقى دي علاقة التكاليف بإيه؟ بموضوع التكلفة يا إما علاقة مباشرة يا إما علاقة غير علاقة غير مباشرة طيب طيب من التبوبات اللي فاتت ممكن نطلع بالمسميات دي تكلفة الانتاج اللي هي التكلفة الصناعية التكلفة الصناعية بتتكون من ايه من التلت مصروفات او التلت تكاليف اللي احنا عارفينهم مواد واجور او عمل ومصروفات صناعية اخرى خدمات صناعية اخرى خلاص تكلفة الانتاج في بعضها مباشر وفي بعضها غير مباشر المباشر الاساسي اللي هو تكلفة المواد المباشرة زي ما قلنا القماش مثلا في صناعه القمصان وتكلفه العمل المباشر اجر العامل اللي بيخيط القميص الراجل دوت بيخيط القميص في ساعتين وبياخد على كل ساعه 50 جنيه يبقى كل قميص بيكلفني عمل قدره قد ايه 100 جنيه قدرت احدد نصيب القميص من تكلفه الراجل ده الخياط اللي قاعد على المكنه ده ايوه قدرت احددها بدقه يبقى هنا تكلفه العمل ده اهو بتاعه الخياط ده تكلفه عمل مباشر واضح؟ يبقى عندي مواد مباشرة عمل مباشر أو أجور مباشرة والباقي تكاليف صناعية غير مباشرة لأن ما أقدرش حد نصيب المنتج منها بإيه؟ بدقة واضح؟ يبقى التكاليف الصناعية يا جماعة اللي هي تكلفة الإنتاج فيها الثلاث أنواع فيها تكلفة المواد وتكلفة العمل والمصروفات الأخرى فيها التكاليف المباشرة اللي هي المواد والعمل المباشر وفيها المصروفات الصناعية غير المباشرة ومن ضمن المصروفات الصناعية غير المباشرة هتلاقي عمل غير مباشر ومواد غير مباشرة عمل غير مباشر ومواد غير مباشره زي مثلا ايه عنبر التشغيل ده بيشرف عليه واحد بياخد مرتب 1000 جنيه في الشهر بيشرف على عنبر التشغيل طب مرتب الراجل ده ال1000 جنيه هل اقدر احدد نصيب كل واحده من كل منتج بتنتج في عنبر التشغيل منها بدقه من ال1000 جنيه لا لانه بيشرف على العنبر كله والعنبر ده مثلا بصنع فيه 50 منتج وال50 منتج مختلفين وبمقاسات مختلفه مواصفات مختلفه ازاي بقى اوزع ال1000 جنيه بتاعته التكلفه ديت على ال50 منتج وعلى المواصفات المختلفه والمقاسات المختلفه ما اقدرش فهنا بسمي التكلفه دي تكلفه عمل غير مباشر تدخل ضمن التكاليف الصناعيه غير المباشره واضح طيب ما في صناعه بتقوم بدون المواد المباشره والعمل المباشر مستحيل يعني صناعه الملابس دي هل هقدر اصنع قميص من غير قماش لا طب اصنع قميص من غير معامل يقف على المكنه ويخيطه؟ لا يبقى ما صناعه بتقوم من غير المواد المباشره والاجور الايه؟ المباشره او العمل المباشر عشان كده الاثنين ده هم مع بعض بيطلق عليهم التكلفه الاوليه التكلفه الاوليه اللي مستحيل تقوم صناعه من غيرهم يبقى لما اقول لك ايه هي التكلفه الاوليه على طول مواد مباشره واجور مباشره واضح؟ طيب هو اصلا عمليه التصنيع بتتم ازاي؟ كل اللي بيحصل باخد ماده خام وابتدي اشكلها احولها من ماده خام لمنتج تام صح كده طب احولها لمنتج تام ازاي بمساعده العمل المباشر والمصروفات الصناعيه غير المباشره عشان كده سموا الاثنين ده هم بعض العمل المباشر والمصروفات الصناعيه غير المباشره تكلفه تحويل التكلفه اللي انا بتحملها عشان احول الماده الخام ده لمنتج تام يبقى عشان احول الماده الخام لمنتج تام محتاج ايه محتاج عمل مباشر ومحتاج مصروفات صناعية غير مباشر، يبقى الاثنين دول مع بعض اسمهم تكلفة ايه؟ تحويل، والمواد المباشرة والعمل المباشر مع بعض اسمها تكلفة ايه؟ تكلفة أولية، مهمة جدا المسميات دي، واضح؟ طيب أهم تبويب عندنا التبويب ده، التبويب اللي هنستخدمه في القرارات بعد كده إن شاء الله، تبويب التكاليف حسب علاقتها بحجم النشاط، بنسميها سلوك التكاليف، سلوك التكاليف، يعني لو حجم النشاط زاد التكلفة هيحصل لها ايه؟ هل هتزيد ولا تقل ولا تفضل زي ما هي؟ هنا بشوف سلوك التكلفة مع تغير حجم النشاط هيحصل لها ايه؟ واضح؟ فسلوك التكلفة بيبقى نوع من خمسة يا يعني إما تكلفة متغيرة يا شبه متغيرة يا ثابتة يا شبه ثابتة يا تكلفة مختلطة. طيب سريعا كده طبعا الشرح عند حضرتك في الكتاب ودي حاجات برضو زي ما قلت لك دي حاجات مش جديدة علينا المفروض مرت عليك كتير فأنت أنا بذكرك بيها بس ايه التكلفه المتغيره التكلفه المتغيره هي التكلفه اللي بتتغير مع تغير حجم النشاط وبنفس نسبته وبنفس نسبته يعني مثلا زي ما انا قلت لحضرتك كده القميص بياخد مني مترين قماش والمتر ب جنيه يبقى كل قميص بياخد منه قماش بكام ب جنيه يبقى لو انتجت قميص اتحمل تكلفه قماش قد ايه 200 طب لو انتجت قميصين اتحمل تكلفه قماش قد ايه 400 يبقى لما زاد حجم النشاط أو عدد الوحدات من واحد لاتنين يعني زاد بنسبة 100% زادت تكلفة المواد من 200 ل 400 زادت برضه بنسبة 100% يبقى هنا تكلفة القماش تكلفة متغيرة ليه؟ اتغيرت مع تغير حجم النشاط وبنفس نسبته بنفس نسبته واضح؟ زي المثال ده اللي أنا عارضه ده أهو لو أنتجت وحدة تكلفة المواد المباشرة 10 جنيه طب لو أنتجت اتنين ها؟ هتبقى تكلفة المواد المباشرة 20 طب لو أنتجت 3 تبقى تكلفة المواد المباشرة 30 لو أنتجت 4 يبقى تكلفة المواد المباشرة 40 واضح كده؟ يبقى التكلفة المواد المباشرة هنا تكلفة متغيرة ليه؟ لأنها اتغيرت مع حجم النشاط بنفس نسبته ده كان واحد بقى 2 يعني زاد بنسبة 100% ده كان 10 بقى 20 زاد بنسبة 100% واضح؟ ده كان واحد بقى 4 يعني الناس زاد بنسبة 400% ده كان 10 بقى 40 زاد بنسبة 400% واضح يبقى دي التكاليف المتغيرة عكسها التكاليف الثابتة تكاليف الثابتة التكلفة اللي ما بتتغيرش مهما تغير حجم النشاط زي مرتب المشرف مرتب المشرف بياخد مثلا 1000 جنيه في الشهر طب لو لو العنبر دوت انتج وحده واحده في الشهر الراجل ده هياخد ايه هياخد ال1000 جنيه طب لو انتج وحدتين هيفضل ياخد ال1000 جنيه يبقى تكلفة المرتب ده المرتب ده مرتب المشرف ده تكلفة ثابتة ملهاش ارتباط بتغير حجم النشاط. أه بص العمود ده تكلفة المرتبات لو انتجنا واحدة الراجل هياخد 15000 مرتباته في الشهر. طب لو انتجنا واحدتين هياخد برضه 15، ثلاثة برضه هياخد 15. يبقى تكلفة المرتبات تكاليف ايه؟ تكاليف ثابتة. واضح؟ طيب عندي شبه متغيرة وشبه ثابتة. شبه متغيرة تكلفة بتتغير ولكن مش بنفس نسبة تغير حجم النشاط. انا قلت لك التكلفه المتغيره تكلفه هتتغير بنفس نسبه تغير حجم النشاط اما شبه المتغيره هتتغير ولكن مش بنفس نسبه تغير حجم الايه النشاط ففي الحاله دي بسميها تكلفه شبه ايه شبه متغيره انتوا عارفين زي تكلفه الكهرباء كده تكلفه الكهرباء كل ما بتعلى في الاستهلاك الشريحه بتزيد فالتكلفه هنا بتتغير ولكن بتتغير مش بنفس نسبه تغير حجم النشاط طيب قلنا التكلفة الثابتة خلاص ثابتة ما بتتغيرش عندي تكلفة شبه ثابتة، يعني إيه شبه ثابتة؟ تكلفة تكلفة بتفضل ثابتة عند حد معين في مدى معين وعند نقطة معينة بتقفز بتزيد وتفضل ثابتة عند حد معين، إزاي؟ لو أنا مثلا عندي خمس عمال وجايب لهم مشرف عمال واحد والمشرف ده بياخد ألف جنيه في الشهر. يبقى طول ما العمال عندي خمسة أو أقل أنا محتاج لكم مشرف يشرف عليهم مشرف واحد فبالتالي تكلفة الإشراف خلال الفترة كام أو خلال الشهر ألف جنيه طول ما العمال ما زادوش عن كام عن خمسة يبقى أنا لو عندي عامل يبقى تكلفة الإشراف ألف طب لو عندي اتنين عمال برضه تكلفة الإشراف ألف تلاتة أربعة خمس عمال برضه تكلفة الإشراف ايه ألف طب لو جبت عامل سادس آه طاقة المشرف هنا مش هتكفي هحتاج لمشرف كمان فهجيب مشرف كمان عين مشرف كمان ياخد له 1000 كمان يبقى تكلفه الاشراف بقت كام؟ بقت 2000 لما كان حجم النشاط سته يبقى لما زاد العمال لسته تكلفه النشاط او تكلفه الاشراف قفزت من 1000 ل 2000 طب العام المشرف الثاني ده طاقته يشرف على خمسه يبقى انا لو عندي ست عمال هتفضل التكلفه 2000 لو سبع عمال هتفضل برضه 2000 لانه هيقدر يشرف على الاثنين الزياده دول 8 9 10 لحد 10 الاثنين المشرفين هيكفوا صح؟ لو بقوا 11 هحتاج مشرف ثالث وتبقى تكلفه الاشراف 3000 يبقى التكلفه شبه الثابته دي تكلفه بتفضل خلال مدى معين ثابته ولو بعد المدى ده بتقفز وتفضل ثابته خلال مدى ثاني وبعدين تقفز وتفضل ثابته خلال مدى ثالث وهكذا دي اسمها تكاليف شبه ايه؟ شبه ثابته. التكلفه المختلطه بقى تكلفة فيها جزئين: جزء ثابت وجزء متغير، جزء ثابت وجزء متغير، زي ايه؟ زي مرتب مندوب المبيعات، أو الأجر اللي بيحصل عليه مندوب المبيعات، مندوب المبيعات ده بيعمل ايه؟ له أجر ثابت في الشهر بالإضافة لعمولة عن كل واحدة يبيعها، يبقى له أجر ثابت ده الجزء الثابت من 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 مرتبه أو من اللي بيتقاضاه، زائد عمولة عن كل واحدة يبيعها دي متغيرة حسب اللي هيبيعه. صح ولا لا؟ متغيره يعني مثلا لو انا عندي مندوب مبيعات بديله 1000 جنيه في الشهر وعلى كل وحده بيبيعها بديله 50 جنيه يبقى الراجل ده لو جه شهر وباع وحده واحده ياخد مني كام؟ ياخد ال 1000 مرتب الثابت بتاعه زائد 50 عموله الوحده يبقى 1050 طب لو باع وحدتين ياخد ال 1000 زائد عموله الوحدتين 100 يبقى 1100 لو باع ثلاثه ياخد ال 1000 الثابتين زائد عموله المبيعات بتاع الثلاث وحدات يبقى 150 يبقى 1150 دي اسمها تكلفه مختلطه تكلفه مندوب المبيعات هنا تكلفه مختلطه فيها جزء ثابت ال 1000 جنيه المرتب الثابت وجزء متغير مرتبط بحجم الايه؟ بحجم النشاط زي دي كده اهو تكلفه مندوب المبيعات لما باع وحده خد 1200 لما باع اثنين خد 1400 باع ثلاثه خد 1600 باع اربعه 1800 بيبقى مطلوب مني بقى في التكاليف المختلطه ده اهي ازاي افصل الجزء الثابت عن المتغير يعني ال 1200 دول كم منهم ثابت مرتب ثابت لمندوب المبيعات وكم منهم عموله؟ افصلهم ازاي؟ عندك في الكتاب اربع طرق للفصل هناخد منهم طريقه واحده بس وهي دي اللي هتبقى انت مطالب بيها اللي هي طريقه الحد الاعلى والحد الايه؟ الادنى طريقه الحد الاعلى والحد الادنى مبدئيا انا قلت لحضرتك التكلفه المختلطه فهي جزء ثابت هو وجزء ايه؟ متغير الجزء الثابت ملوش علاقه بحجم النشاط. يعني الراجل ده لو جه في شهر ما باعش خالص هياخد ال جنيه، صح؟ زائد الجزء المتغير ده مرتبط بحجم النشاط. الجزء المتغير بيتحسب ازاي؟ معدل تغير التكلفة، التكلفة المتغيرة الواحدة في حجم الايه؟ في حجم النشاط. طيب أفصل بينهم ازاي قلنا؟ عندي أربع طرق، هناخد بس طريقة الحدين الأعلى والايه؟ والأدنى. في مثالنا ده أهو طريقة الحدين الأعلى والأدنى، باخد الحد الأدنى من النشاط اللي هو الواحد، والحد الأعلى اللي هو الكام؟ الأربعة. وواخد التكاليف اللي قصادهم التكاليف المختلطه اللي قصادهم من 1200 والكام وال1000 وكام و800 وتعال نشوف هنفصل ازاي الطرق الاربعه اللي, اللي انا بكلم حضرتك عنهم دول الطرق الاربعه بيحددوا لي معدل التغير ده ولو جبت معدل التغير انا عندي اجمالي التكلفه ولو جبت معدل التغير عندي حجم النشاط يبقى سهل جدا اجيب التكلفه المتغيره الجزء المتغير ومنه اجيب الجزء الايه الثابت طب تعال نشوف طريقه الحدين قلت طريقه الحدين الاعلى والادنى باخد الحد الادنى الواحد والحد الاعلى 4 والتكاليف اللي قصادهم 1200 و1000 وكام و800 اهي بص بقى هعمل ايه ادي اجمالي تكلفه مندوب المبيعات الحد الاعلى الراجل ده لما باع 4 وحدات خد كام خد 1800 لما باع وحده الحد الادنى خد 1200 صح طيب لما باع وحده خد 1200 ولما باع 4 خد 1800 يبقى لما الوحدات بتاعته زادت بمقدار من 1 ل 4 يعني زادت بمقدار كام 3 صح اجره زاد بمقدار كام من 1200 ل 1800 600 صح يبقى الثلاث وحدات اللي باعهم زياده زودوا له اجره ب 600 يبقى كل وحده باعها زياده زودت له اجره بكام ب 200 600 على 3 يبقى كام يبقى 200 يبقى انا من هنا من هنا عرفت ان كل وحده الراجل ده بيبيعها زياده بياخد عليها عموله 200 جنيه صح؟ بياخد عليها عموله 200 جنيه، يبقى انا جبت معدل التغير اهو. يبقى انا فهمت دلوقتي ان الراجل ده بياخد مرتب ثابت انا لسه هحدده حالا بالاضافه ل 200 جنيه عن كل واحده يبيعها. يبقى لما يبيع واحده هياخد له 200 جنيه عموله. طب هو اصلا اجمالي اللي خده لما باع واحده كام؟ 1200 1200 منهم 200 عموله يبقى ليهم فيهم 1000 ايه؟ ثابت يبقى الجزء الثابت هنا 1000 طب تعالى نحسبها على ده على المستوى ده لما باع 4 بياخد عموله على الوحده كام؟ 200 يبقى لما باع 4 خد عموله قد ايه؟ 4 في 200 ب 800 وهو اصلا اجمالي اللي خده خلال الشهر ده كام؟ 1800 يبقى منهم 800 عموله جزء متغير يبقى الثابت كان كام؟ كان 1000 برضه يبقى تحسب الثابت هنا والمتغير والثابت هنا والمتغير لازم يطلع الثابت واحد في الاثنين واضح؟ ادي الايه؟ الحل بتاعنا اهو يبقى المندوب معناه الكلام ده معناه إن المندوب بيتقاضى عمولة قدرها 200 جنيه عن كل وحدة بيبيعها، بالإضافة لمرتبه الثابت، طب المندوب تقاضى 1800 من بيع أربع وحدات، مما يعني إنه تقاضى عمولة قدرها 800 جنيه، لأنه باع أربع وحدات وكل وحدة بياخد لها عمولة 200 يبقى خد 800، طب هو أصلا حصل على 1800 منهم 800 عمولة يبقى كان بياخد 1000 ثابت، يبقى الجزء الثابت كام؟ 1000، فبالتالي معادلة إجمالي تكلفة مندوب المبيعات أهي. اجمالي تكلفه مندوب المبيعات تساوي ال1000 الثابتين الجزء الثابت ارجع بقى المعادله اللي احنا عملناها فوق اللي هي دي اللي هي دي أو التكلفه المختلطه تساوي الجزء الثابت زائد الجزء المتغير الجزء المتغير اللي هو معدل التغير في حجم الايه النشاط او عدد الوحدات يبقى تكلفه مندوب المبيعات اهي تكلفه مندوب المبيعات تساوي الجزء الثابت 1000 جنيه مرتبه الثابت زائد 200 جنيه العموله معدل التغير في عدد الوحدات اللي هيباعها يبقى لو الراجل دوت باع 10 وحدات في مره ياخد كام؟ 10 في 200 ب 2000 زائد ال1000 الثابتين يبقى 3000 جنيه واضح؟ يبقى دي طريقه الحد الاعلى والحد الادنى اللي منها بفصل الجزء الثابت عن المتغير في التكاليف المختلطه اخر تبويب عندنا في الفصل للتكاليف تبويب التكاليف حسب مدى المسؤوليه عنها ودي هناخدها كتير في العمل ان شاء الله حسب مدى المسؤوليه عنها في تكاليف خاضعه لرقابه وتحكم مدير القسم وتكاليف غير خاضعة لرقابة وتحكم مدير القسم أنا لو في قسم شغال بتحمل تكاليف هل كل التكاليف اللي موجودة في القسم أنا مسؤول عنها ولا لا في تكاليف بتخضع لرقابتي وتحكمي فبالتالي أنا مسؤول عنها وفي تكاليف لا تخضع لرقابتي ولا تحكمي فأنا غير مسؤول عنها أنا غير مسؤول عنها زي إيه يعني مثلا أنا في عنبر تشغيل فبيجي لي مواد خام أصنعها معروف ان كل قميص بياخد مني 2 متر قماش انا طلعت الفتره الحاليه الشهر ده صنعت 1000 قميص يبقى المفروض استهلك كم متر قماش 2000 متر قماش واضح لو استهلكت اكتر من 2000 متر قماش انا اتحاسب واتسال عن الزياده دي ليه لان انا اللي بتحكم في العمال اللي عندي انا بتحكم في العمال واقدر اسيطر عليهم واعمل رقابه عليهم وخلي العمال دي ما تهدرش في القماش فبالتالي كل قميص ياخد مترين بس فلما انتج 1000 قميص يبقى استهلك فقط 2000 متر قماش واضح فانا مسؤول اقدر اتحكم وراقب واتحكم في التكلفه دي فانا مسؤول عنها يبقى اي هدر هيحصل في القماش انا مسؤول عنه يبقى دي تكلفه انا اتسال عنها واضح طيب نصيب القسم ده من مرتب مدير الشركه لما جم يعملوا قائمه آه دخل مثلا للقسم ده تقييم اداء للقسم فقاموا محملين القسم نصيب القسم دوت من مرتب مدير الشركه 3000 جنيه، هل انا مسؤول عن دي؟ لا ده تكلفه انا متحملها تكلفه محمله عليا تكلفه عامه على الشركه يا دوبك انا بس بس حطولي نصيبي منها ولكن انا مش مسؤول عنها انا ما بتحكمش في, مريد في مرتب مدير الشركه فبالتالي انا غير مسؤول عن التكلفه دي ومحدش يسالني عنها. اللي يسالني يسالني عن الايرادات اللي انا بقدر احققها اقدر احققها وعن التكاليف اللي انا اقدر اتحكم فيها اي حاجه غير خاضعه لتحكمي ولرقابتي يبقى انا غير مسؤول عنها وده ان شاء الله هيبان معانا في القرارات في الفصل الرابع ان شاء الله هيبان معانا قوي في القرارات ان شاء الله التبويب ده يبقى الفصل دوت كنا بنفكر حضراتكم بس بمفاهيم التكلفه الاساسيه وتبويبتها هنذاكر الفصل ده كويس اهم حاجه في الفصل ده التبويب اللي هو بتاع سلوك التكاليف فرق بين التكاليف المتغيرة والثابته والمختلطه وازاي يفصل التكاليف المختلطه لتكاليف ثابته وتكاليف متغيره والتبويب الاخير اللي عندنا ده كده يبقى الفصل الثاني خلص ان شاء الله المره الجايه نبتدي مع حضراتكم الفصل الثالث شكرا والسلام عليكم